للأغشية وللسائل اللي داخل المفصل إنه يتم امتصاص سوائل من حوالين الركبة، لأن نشطنا الدورة الدموية لما عملنا الحركات هذه. هلا بعدين بدي أمسك شوي شوي وأحرك مفصل الحوض شوي شوي بحركات بدون ألم، حركات حسب عقارب الساعة، حسب عقارب الساعة، اتجاهات اتجاه إلى القلب. فرضنا أنا عندي تحدد في حركة، مثلا هاي الحركة بعملها وفي عندي ألم شوي شوي، ففي هاي الحالة أنا بوصل للألم وبرد بعيد، بوصل للألم بوقف وبرد أعيد، لما أعيد بزيد، بزيد شوية، كيف بدي أزيد؟ بزيد شوية بنحمل ثانيتين ثلاثة وبرد نرجع، بنرد نزيد، فبنزيد الحركات هذه. هلا بدي أشتغل أكثر تركيزي على المفصل، كيف بدي أنا أعمل زي موبيلايزيشن، يعني شوية أحرك المفصل. أول حركة بدي أعملها بدي أحط إيد من وراء على عضلات البطة من خلف المفصل وأسحب شوي شوي لعندي، 5 ثواني ورد أرخي. Do you feel any pressure? Yeah. Where is the pressure? In the front? Yeah. أربطة المفصل، عظام المفصل بتبعد عن بعض بحركة انزلاقية وهذا حيريح المفصل شوي شوي، 5 ثواني وبرد برجع بعيد. تكرار هاي الحركة 10 مرات 15 مرة لأنها حركة مريحة. أوكي، خلصت من هاي الحركة. هلا بدي أمسك الإجر بالطريقة هاي وأعمل بس عملية التواء على الجهة الشمال والتواء على الجهة اليمين، وامسك 5 ثواني ورد كمان 5 ثواني 5 ثواني ماشي. هلا بدي اعمل حركه عكسيه للي عملتها، هيك انا سحبت للامام، هلا بدي اسحب شوي للخلف، يعني بدي اخلي هاي الايد هي اللي تسحب شوي، وبعملها بالطريقه هاي شوي 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 وبضغط 5 ثواني وبرخي. How do you feel now؟ 5 ثواني وبرخي، وبعدين ممكن اعملها على الجهه على الجهتين، يعني اضغط وارخي وارد في الايد هاي، اضغط وارخي. وهذه الحركات ممكن اعملها انا من زاويه، من ابلش من الزاويه هذه مثلا شوي شوي، بعدين انتقل لنفس الحركات من زاويه ثانيه، ازيد اوصل الزاويه.